أهلا بكم أعزائي المشاهدين تلفزيون جامعة قناة السويس. النهاردة في ميركيور بننقل لكم عقد مؤتمر علمي سنوي تحت عنوان الجديد في علاج إصابات وكسور العظام والعمود الفقري تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس والأستاذ الدكتور عميد كلية الطب. الحاضرين في المؤتمر سكرتير المؤتمر أستاذ الدكتور محمد رضوان والمقرر العلمي للمؤتمر دكتور أشرف عبد الكافي والمقرر المؤتمر والأستاذ الدكتور هشام عبد الصادق ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور ياسين الغول ورؤساء الجلسات الأستاذ الدكتور عادل عبد الكافي والأستاذ الدكتور علاء الزهيري والأستاذ الدكتور محمد صلاح. خلينا نتابع مع بعض المؤتمر ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح باذن الله النهارده اللقاء الشهر الاكلينيكي لجمعيه جراحه العظام المصريه بالتعاون مع قسم جراحه العظام بكليه الطب بجامعه قناه السويس. نرحب بالاستاذ الدكتور كمال شاورين نائب رئيس الجامعه، ونسعدنا ان شاء الله ان نسمع كلمه من سيادته. تفضل. المنصة الكريمة، أستاذ الدكتور علاء الدين الزهيري أمين عام جمعية جراحة العظام، وإحنا بنفتخر إنه أمين عام جمعية جراحة العظام هو زميل لنا في كلية الطب جامعة قناة السويس، الأستاذ الدكتور ياسين الغول رئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور هاشم عبد الصادق مقرر المؤتمر، السادة الزملاء، السادة الضيوف. احنا طبعا سعداء بحضور حضراتكم في مدينة الإسماعيلية وفي رحاب جامعة قناة السويس. في البداية اسمحوا لي أنقل تحيات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة. والدكتور ممدوح هو نظرا للظروف سفره للإسكندرية ارتباطه اليوم في أحد الاجتماعات مع سيادة الوزير ورؤساء الجامعات في الإسماعيلية بينقل تحياته لحضراتكم وبرحب بوجودكم في هذا المؤتمر. أنا ببقى فخور بجد لما بحضر مؤتمرات كلية الطب، لأني تقريبا يمكن كل أسبوعين بيبقى عندنا مؤتمر في كلية الطب، واليوم مؤتمر الجراحة جراحة العظام وهو من المؤتمرات المميزة. وأنا يمكن حضرت الجزء الأخير في البرزنتيشن الأخيرة دي، فأنا سعيد أنه هناك تقدم في مجال جراحة العظام، ونتمنى المزيد من التقدم بإذن الله. بنرحب بيكم في الإسماعيلية، واليوم النهاردة جو ظريف وانتوا جايين في وقت هايل. الإسماعيلية في الويكند بتبقى أجمل وأجمل هدوءا، وإن شاء الله تستمتعوا في هذا المؤتمر، وأتمنى إن شاء الله كل النجاح لهذا المؤتمر وبالتوفيق، وأن تصلوا إلى توصيات تهم السادة القائمين على الجراحات القلب وأيضا تهم المرضى، ونرجو أن يتقدم الطب في مجال جراحة العظام إلى الأمام. إحنا بعقول حضراتكم وبوجودكم ومجهوداتكم بنرى مستقبل سعيد ليس فقط في مجال الطب، احنا كلنا امل ان شاء الله في المستقبل انه مصر بتسير على طريق للامام، وان شاء الله نرى مستقبل سعيد باذن الله. مره ثانيه بكرر ترحيبي بحضراتكم وشكري لدعوتكم الكريمه، واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله. بنشكر الأستاذ الدكتور كمال شاورين على هذه الكلمة، وبنرحب بيه مرة تانية، وبنرحب بالسادة ممثلي جمعية جراحة العظام، وبرضه زملائنا أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب المختلفة، وبنرحب برضه باستشاري وأخصائي جراحة العظام من وزارة الصحة ومن جهات أخرى قوات مسلحة أو شرطة، بنرحب بيهم، ونتمنى إن شاء الله يكون يوم لقاء علمي نستفيد منه جميعا. ودلوقتي الكلمة للأستاذ الدكتور ياسين الغول رئيس المؤتمر ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة قناة السويس. بسم الله الرحمن الرحيم.
بيشرفنا النهارده بالاسماعيليه وجود حضراتكم الاخوه الافاضل والزملاء الاعزاء واساتذتنا الافاضل. بنرحب النهارده بالاستاذ دكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعه، وبنقدم برضو اعتذار للدكتور ممدوح تراب نظرا لارتباطاته. بيشرفنا وجود الاستاذ الدكتور علاء الزهيري استاذنا وامين عام جمعيه جراحه العظام، وبتمنى حضراتكم ان شاء الله تستمتعوا بيوم كويس النهارده في الاسماعيليه. احنا يعني الجمعيه يعني الشكر ليها ان احنا كل سنه تقريبا لينا مره ننظم اللقاء الكلينيكي الشهري، والمره دي الحمد لله يعني بيتزامن مع حدث قومي عظيم في الاسماعيليه اللي هو حفر قناه السويس اللي ان شاء الله يعم الخير علينا جميعا باذن الله. نتمنى لحضراتكم يوم كويس يوم سعيد، وتنورونا وتشرفونا. شكرا استاذ دكتور ياسين. ودلوقتي بعيد ترحيبي تاني بالاستاذ دكتور استاذ دكتور علاء الزهيري سكرتير عام الجمعيه، وهو يعني بيتفضل وبينظم معانا المؤتمر، ونشكره على مجهوده اللي بيعمله في الجمعيه وفي قسم جراحه العظام عندنا. فالفضل استاذ الدكتور علاء بإلقاء الكلمه الخاصه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا كل عام وانتم بخير بحلول الايام السعيده والمباركه علينا جميعا، وقفه عرفات وايام العيد الاضحى المبارك، وان شاء الله تكون ايام سعيده علينا وعلى مصر ان شاء الله. الحقيقه يسعدني ويشرفني باسم مجلس اداره الجمعيه لجراحه العظام المصريه بالتعاون مع قسم جراحه العظام كليه الطب جامعه قناه السويس ان يعقد هذا اللقاء الاكلينيكي الشهري للجمعيه في مدينه الاسماعيليه. اولا احب ارحب بالاستاذ الدكتور كمال شاروبيم وكيل نائب رئيس الجامعه لشؤون البيئه وخدمه المجتمع، الاستاذ الدكتور ياسين الغولة رئيس القسم، الاستاذ الدكتور هشام عبد الصابر مقرر عن اللقاء، اللجنه المنظمه الدكتور رضوان محمد رضوان والدكتور اشرف عبد الكافي. بشكركم على هذا التنظيم الرائع الحقيقه اللي يعني لمسنا. ارحب بالساده الزملاء، اولا الاستاذ الدكتور عبد السلام عيد زميلنا في مجلس اداره جمعيه جراحه العظام المصريه، الزملاء الاعزاء ممثلي الجامعات دكتور احمد هاشم من الزقازيق، الدكتور حازم فاروق من القصر العيني، الدكتور محمود حافظ 6 اكتوبر، الدكتور محمد عبد العال مستشار وزاره الصحه مستشفى تامين مدينه البكري، ومش عاوز انسى حد طبعا ممثلي الشرطه القوات المسلحه. اهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الاكلينيكي، ان شاء الله يكون يوم سعيد. قبل ما ابتدي كلمتي احب ارحب ترحيب خاص باستاذنا جميعا مؤسس قسم جراحه العظام الاستاذ الدكتور ابراهيم عرق. الحقيقه انه يعني هذا اللقاء يعني مسلط عليه الاضواء من الجمعيه عشان يعني ينتظروا اللقاء ده هيبقى شكله ايه، خاصه بعد النجاح الباهر اللي تم في المؤتمر الربيعي اللي نظمته جمعيه جراحه العظام المصريه مع قسم جراحه العظام جامعه قناه السويس. والحقيقه الجميع اشاد به وبحسن التنظيم والمستوى العلمي اللي تم في مدينه شرم الشيخ اللي كان في شهر مارس. فان شاء الله يكون اليوم العلمي النهارده على المستوى اللائق. اللقاءات الاكلينيكيه الشهريه للجمعيه بالتعاون مع الاقسام المختلفه الغرض منها نقل الخبرات وتبادل المعلومات وتبادل الحالات والراي فيها، ليس عقد زي ما الخطابات الدوريه مع حضراتكم، ليس فيها القاء محاضرات، ولكن كلها عباره عن حالات اكلينيكيه يتم التشاور فيها حتى لو ما كانش اتعمل لها عمليات. عاوزين نعمل كونسلتيشن نشوف الحالات تشخيصها تشخص ازاي، تتعمل ازاي، وده كله في خدمه شباب الاطباء طبعا لرفع المستوى
العلمي، وفي الاخر كل اللقاءات دي وكل الحاجات اللي بتعمل دي الانشطه دي بيصب في مصلحه المريض في الاخر، ان كل ده بيرفع مستوى الطبيب والمستوى التعليمي بتاع الطبيب خاصه شباب الاطباء، فبالتالي بينعكس على صحه المرضى بتوعنا. احنا السنه دي بالنسبه للقاءات الاكلينيكيه الشهريه عملنا في مستشفى الساحل، عملنا القصر العيني، عملنا عين شمس، عملنا طنطا، عملنا القوات المسلحه، عملنا الشرطه، عملنا اسكندريه، عملنا المحله، والنهارده قناه السويس. يتبقى ثلاث لقاءات هذا العام، الشهر الجاي ان شاء الله في اكتوبر هيبقى بنها، بعديه اسيوط، وفي الاخر هيبقى الهلال. جمعيه جراحه العظام المصريه زي ما في الخطاب اللي مع سيادتكم دايما بنقول انها جمعيه علميه تعليميه ليس لها اي توجه سياسي او ديني. ده في كل اللقاءات بنقول هذا الكلام. والحقيقه ان اي زميل او اي عضو في الجمعيه بيستخدم موقع الجمعيه لاي اهداف سياسيه او دينيه باي اشارات سواء باللمح بالتلميح او بالتصريح بيتم شطب اسمه فورا من على الموقع. احنا جمعيه علميه.